جينيتي اجباري ما بتكونش مسالي دوزو هذا لانه فيه واحد حاجه روح الانضباط وروح المسؤوليه وروح التفاهم ما بين الافراد وما بين الضباط يكون يخلص هاد التقنيه دولا خايفه علاش خصو يرجع هاد الجنيد لانه كاينه السرقه وكاين الانحراف كاين الدراري مساكن تعاطوا ولا هاد الشيء ديال الهروسه ديال سميتو الا رجع الجنيد راه الدري راه تيولي نقي في ذاته كيستمر في الرياضه مع ما غاديش يقدر يدير هذا الشيء لانه ديك الساعه حنا كنا داخلين للجنيد ما كانش هذا الشيء كنا نستمروا في الرياضه انا عبد الله من قلت انا كنت في العسكر كنت كنمارس السبور فيها كنلعب الفوت والان كنشوف هاد الشباب مساكن راه ضايعين دابا ديال الشباب تيتعرض للمخدرات والافات تعرض لعباد الله وتي تيحقر على والديه بزاف المسائل ماشي هي هادي ماشي بنقول لك الشباب هو التجنيد اجباري مزيان للشباب اللي ما عاطل ما تيدير والو من الاحسن يمشي التجنيد هو بالنسبه ليا مهارة التجنيد خاص ضروري تكون هي بالنسبه ليا خاصها تكون بالنسبه للشباب هذا خاص يعني باش غادي يعرفوا قيمة الحياة ومستقبلين وخصو يعني الوقت هذا الوقت صعب ويعني البلاد خاصو يجرب وخاصو يدوز من دروس صعيبة حيت هذا الوقت مابقاش ساهل. سميتو؟ خاص هذاك اسمو يقول يخرج يحمي الوطن ماشي يخرج يكسر الوطن كاع الوطن ويشري السوق يكون وهي موت على ملك وهي الله الوطن الملك هو الانسان غادي يلقى لانتروتيان ديالو المسائل ديالو اللي خاصة به هادشي اللي كاين يمكن اللي يقدر يساعدوه يولي انسان هاد الفكره اللي غادي نتكلموا عليها الان هو ديال التجنيد بالنسبه ليا انا واحد من الناس اللي دوزو التجنيد انا كنحبب باش تكون هاد الفكره تعاود ملي تعطى دابا راه نتمنى الشباب يقبلوها لانه التجنيد دوزتو وكان التجنيد ديك الساعه الحمد لله كان تيأثر المواطن وكيعقل المواطن كيعرف بان المواطن اشنا هي اللي عليه ولا ما عليه والتجنيد راه من ناحيه الاخلاق من ناحيه الرياضه من ناحيه لي ديسيبلين اللي في التجنيد راه بحالو بحال البوليس بحال الجدرميه التجنيد راه اللي كيديروا الجدرميه واللي كيديروا البوليس في التدريب هما اللي عند العسكريه